أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، واحد لا من قلة وموجد لا من علة، بالبر معروف بالإحسان موصوف، جل عن الشبيه والنظير والمثيل. أشهد أن لا إله إلا هو، قصدتك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام، وليس سواك للمضطر عون إذا نزلت به الكرب العظام. يا راعيا ضعف الفقير وذله، من ذا الذي تحميه ثم يضام؟ يا شافيا مرض العليل وداءه، سغت الدواء فزالت الأسقام. يا فالق الحب المخبأ والنوى، بما قد فلقت الحب يا علام؟ يا عالم الأسرار علم حقيقة، وله بكل خفية إلمام. يا خالق الأكوان، كيف كسوتها حسنا، وهذا الملك كيف يقام؟ حارت عقول الناس عن إدراك ما صنعت يداك، وعجزت الأفهام. وقفت بباب رحمتك ابتهالا، وفاض الدمع وانقطع الكلام. فإن تغفر وترحم يا إلهي، فليس يضير إن غضب الأنام. علمت بأنك الغفار ربي، ومن نعماك ينهمر الغمام. لئن نامت عيون الناس عني، فعينك عن عبادك لا تنام. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، وصلاة وسلاما على سيد الورى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أنت أكرم الأكرمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أمان الخائفين. أنزل علينا أمنا وأمانا وسلما وسلاما وراحة واستقرارا في هذه البلاد. اللهم يا كافي يا مرسل الرياح السوافي، كف عنا بأس ظلمة العلمانيين والليبراليين واليساريين والفلول وغيرهم، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم اكفنا إياهم بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم اكفنا إياهم بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم بك نحاول وبك نصاول، يا ودود يا مجيد، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا من يبدئ الخلق ثم يعيد. من تكلم سمعت نطقه، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا، اللهم يا ربنا أغثنا، اللهم يا مولانا أغثنا. اللهم ادفع عنا شر الأشرار وكيد الكائدين وحقد الحاقدين. اللهم سلم إخواننا في سوريا وفي بورما وفي بنغلاديش وفي مصر وفي غزة يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم فيوض رحماتك، اللهم أنزل عليهم فيوض رحماتك، اللهم أنزل عليهم فيوض رحماتك. اللهم فرق قلوبنا لك، علق قلوبنا بك وحدك، واحجب أطرافنا عن معصيتك، وأشغلنا بك عمن سواك. اللهم يا مولانا، ولا مولى لنا إلا أن تنصرنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. وصلاة وسلاما على سيد الورى وعلى آله وصحبه ومن تلا، أما بعد، فيا أيها الفضلاء الأعزاء، يا طلاب العلم، بعد أن أدلفنا في الحديث عن القواعد الرئيسة لتعلم العقائد
والمقالات وعرفنا بعلم العقيدة وبينا أهميته أو أهمية دراسته وذكرنا القواعد الحاكمة لدراسة وفهم مسائل الاعتقاد وهي التي قد كتبت وسطرت بين أيديكم ثم خصصنا أهل السنة بقواعد وخصائص وسمات يعرفون بها في باب الاعتقاد منها كما ذكر لكم عند أهل السنة أن العقيدة توقيفية والجمع بين النقل والعقل أو درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول والجمع بين النصوص والأخذ بقول السلف الصالح أو إجماع الصحابة أو حجية قول الصحابي أيضا في باب الاعتقاد ما لم يرد ما يخالف ثم أيضا ذكرنا طريقة أهل السنة الحقيقية أو طريقة السلف وهي تعلم الإيمان قبل القرآن والجمع بين إرضاء وإمتاع الروح وإسعاد القلب وأيضا راحة النفس والضمير وقد دخلنا من هذا الباب إلى سمات الاعتقاد سمات العقيدة الإسلامية وذكر لكم من ذلك على وجه الإيجاز كما تعلمون الربانية والعالمية والأخلاقية والشمول والواقعية والمثالية وأيضا ملائمة الفطرة والجمع بين القلب والعقل والوضوح والصفاء والبساطة الوسطية بارك الله لك وعليك فهذه بعض يعني مما ذكر لكم أردت أن أجلي هذه المعاني وذكرنا أن أهل السنة يكفون عما كف عنه الشرع أخذا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وسنرى أنه في كل باب من أبواب الاعتقاد أسرارا كل باب فيه أسرار لا يمكن أن يبلغها أحد كائنا ما كان قدره وعلمه جعل الله في كل باب وفي كل ركن سرا لا يمكن أن يوصل إليه ليبقى العبد عاجزا يعني على سبيل المثال مثلا حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى معرفة كنه ذات الله جلت قدرته وصدق القائل لولاك ما كانت الأكوان لولاك فما لنا ملجأ إلاك إلاك تحير اللب عن كنه ذاتك أو إدراك معناك مثلا معرفة تحديد اليوم الآخر متى يكون لا أحد يعلم هذا أسرار القدر دي كثيرة جدا لماذا فلان ابن فلان وعم فلان وخال فلان لماذا والدته كذا لماذا نشأ في مصر مثلا أو في الصومال أو في نيجيريا أو في بنغلاديش لماذا لم يولد مثلا في أوروبا مثلا في أسرار كثيرة جدا لا يعلمها أحد وهي مكتنفة ومحيطة بعملية القدر أسرار لا حصر لها
لا يمكن أن تبلغ شيئا منها مهما بلغت. الكتب السماوية كم عددها؟ ليس عندنا علم يقيني. طيب ما هو الموجود بالضبط في اللوح المحفوظ؟ في ان ربنا كتب كل شيء، لكن ما يعني اين هو اللوح المحفوظ؟ اين مقره؟ في امور كثيره جدا. ما الاوصاف الحقيقيه لهذا اللوح؟ اخبار اسرائيليات ما ليس لها وزن. كيف يجمع هذا اللوح علم ما كان وعلم ما سيكون الى يوم القيامه؟ لوح واحد في لوح محفوظ، أين حفظ هذا اللوح؟ لا يعلم. هذا أسرار كثيرة جدا، أسرار في أبواب الاعتقاد، وربما هذا يساعد أحيانا في فهم بعض القضايا. مثلا يظل العلماء يتقاتلون على تحديد الأسماء 99 قديما وحديثا، وأنا أرى أنه في إعجاز في هذه المسألة، لأنه كما سنشرح إذا جئت لتجمع من هنا سترى من هنا في كذا، ومن هنا الضوابط، هناك ضوابط وهناك أدلة، فالجمع بين الأدلة والضوابط مشكلة ومعضلة ومشتبهة، وكل من أخذ بشيء لابد أن يقع في نقطة لا يسلم في إيه؟ في مسألة. هل يأخذ أسماء الله بالاسم المفرد العلم، أو مثلا لماذا لا يأخذ بالجمع المطلق على الله كقوله تعالى إن من المجرمين منتقمون؟ لماذا يرضى بالمفرد العلم مع أن الجمع أقوى في الإيه؟ في المعرفية والدلالة، كما يعني بعض إخواننا اليوم يعني لا يرضى باسم المنتقم مثلا، يعني مع انه المنتقم جاء اكثر من مره مجموعا فهو ادق واولى واحق، ولماذا يرضى بالمساعر وهو في الاصل حرفه؟ اذا لو قلنا المساعر نقول الزارع، ايه انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، وهكذا. يعني هذه مسائل يعني تقترب من الإعجاز أحيانا، تقترب من الإعجاز، لم يصل العلماء فيها لحلول قاطعة جازمة مانعة. لا يوجد قطع كامل في هذه المسألة مثلا. يعني يعني كنا هنشرح ونكمل في حديث افتراق الأمة، فنرجئه للوقت طاردنا وحاربنا وسابقنا فغلبنا، ولسنا نحن من أصحاب الزمان كالشيعة. الشيعة عندهم صاحب الزمان محمد بن الحسن العسكري، صاحب الزمان بمزاجه يعني يقدم ويأخر، فاحنا مش عارفين لا نقدم ولا نأخر، يطلع ولا ما يطلعش، فهو يلقبونه بصاحب الزمان. يعني اليوم اللي هيحب يطلع فيه يطلع ويخرج ويظهر هنا. كتاب العقيدة الطحاوية طبعا هذا الاسم، انما هو من باب التجاوز، لانه الاولى ان لا ينسب الاعتقاد الى الاشخاص، يعني انما هو ايه من باب يعني التجاوز يعني، وهذا وارد لا باس في ذلك. وهو الامام نفسه لم يذكر انه سمى كتابا او تصنيفا باسم العقيده الطحاوي. طبعا الامام الطحاوي من علماء القرن الثالث الهجري، توفي سنه، وطبعا شرف لنا انه مصري، ولو حد من الصعايدة يعني يفرح شوية. طحا بني سويف ولا كانت شوية تبع سوهاج؟ خدتوها بني سويف؟ لا لا بقى اليوبية ده ولا ما كفاية عليكم العيلة الليث، انتوا عاوزين
خلاص هو صعيدي وخلاص، على كل بني سويف تنضم الى الصعيد. سنة 11 او 11 و 300 الامام الطحاوي، وشروح للعقيدة الطحاوية كثيرة جدا للغاية، ولكن اشتهر وذاع اللي هو شرح الامام ابن ابي العز الحنفي المتوفى في القرن الثامن الهجري، وهو معتمد اعتمادا كليا على كتابات الامام ابن تيمية ثم ابن القيم الجوزية، ولانه هو كان قريب العهد جدا بابن القيم، ابن القيم الجوزية محمد بن ابي بكر بن ايوب المتوفى سنة 51 و700، وهو طبعا ده تقريبا 791، ففي تقارب في الزمان بين ابن القيم، ولذلك هو بيلخص معظم كلام ابن القيم وابن تيمية. طبعا ابن القيم لقرب الزمان وقرب الاسلوب وغير ذلك. شوف حاجه يا دكتور كتير. نعم في حاجه بس انا سالتها، ان امام الطحاوي يعني مات وهو عنده 28 سنه. كم؟ 28 سنه. لا دي انت حضرتك بالكتاب، لا لو رجعتها هتلاقيها اكثر من كده. هو ولد في 293 هجريه وتوفي 321 هجريه. في تصحيف عندك انت في الكتاب؟ في تصحيف في الكتاب، في تصحيف. 239 هجرية. 93. ما هو الكتاب طبعة ايه دي؟ حصل معلش يمكن حصل صبر لا 239 يعني. حتى الإمام الطحاوي مش في العقيدة بس، هو الإمام الطحاوي له كتب كثيرة جدا ومن أعظمها كتاب مشكل الآثار، وهو كتبه أم في المذهب الحنفي وأم عند المحدثين، فهو إمام كبير وله أكثر يعني من 10 تصنيفات. المهم إنه 239 أيها الكريم. من الشروح المشهور اللي وردت، طبعا احنا عاوزين نقول إن الأحناف حتى ولو كانوا من أتباع المدرسة السلفية أو الحنابلة أخف وطأ من غيره، ومعروف إن الأحناف بالنسبة للمذاهب الثلاثة أيضا من أدق الناس في علم الاعتقاد، لأن أرباب المذاهب الأربعة الأوائل بالذات ما كانوا يدخلون في باب الفلسفة والعلم الكلام ولا الافتراض، إنما كانوا الاعتماد الكلي على أن العقيدة موجزة. يعني مثلا ما تيجي نقول كتاب زي كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للالكائي اللي هو خمس مجلدات هبة الله للالكائي الطبري، الكتاب ده مثلا يقول لك عقيدة أحمد حنبل تلاقي صفحة واحدة، عقيدة مثلا الإمام الأوزاعي صفحة، الثوري، مس مكحول، كل أئمة السلف صفحة اثنين، إنما الجماعة وبعدين صفحة اثنين مكررين، يعني صفحة اثنين وإيه؟ هو اللفظ مختلف ولكن المعنى إيه؟ القضايا واحدة، حتى إنه لابد يدخلوا شيء من الفقه في الموضوع، حكاية مسح الخفين والعدم الخروج على السلطان الجائر والكلام ده، لأنه عاوزين استتباب الأمن وجمع كلمة الأمة وغير ذلك يعني. فكان ده إنما الأحناف كان على طول بيطلعوا كده إيه؟ حتايت كده من تحت كده، حتى بداية من الإمام الأعظم. تلاقي إنه في جزء كده إيه؟ خرج يدل على بحث جديد. يعني مثلا أول من قسم الصفات إلى ذاتية وفعلية هو الإمام الأعظم. لو واضح في كلامي. إنما مش موجود ده عند حد من علماء السلف. حكاية إن الصفات تقسم إلى صفات ذاتية وصفات إيه؟ فعلية. لا فعلية. في فرق بين ده موضوع تاني خالص. الصفات الذاتية التي لا إيه؟ التي يوصف الحق سبحانه وتعالى بها ولا يوصف بضدها. ده القدرة يوصف بها ولا يوصف إيه؟ الحياة. وغير ذلك يعني أعطي مثال واحد. الصفات الفعلية التي يوصف بها ويوصف بضدها لأنهما إيه؟ كمالان. أنها إيه؟ صفات كمال. القابض الباسط، القافض الرافع، المعز المذل، وهكذا. وفي بيت شعر مشهور: فما كان بالذات لا يفوت وما كان بالفعل يحيا ويموت. يعني يوصف الحق به ويوصف ايه؟
بضده، يوصف الحق به ويوصف به بضده، لأن كله كمال، لأن كله إيه؟ كمال. يعني من الشروح عشان الشيخ، في طبعا الإمام الشيباني المتوفى سنة 400 و500 شارح إسماعيل بن إبراهيم الشيباني، وفي أحد علماء الأتراك، والأتراك طبعا أحناف، هو معظم الخط ده خط فارس كله كله إيه؟ أحناف معروف، ما فيش إلا إندونيسيا وماليزيا دول شوافع يعني، إلا ما نقدر. وأنتوا تبع مين يا شيخ؟ نعم حنفي. نعم، هنود طبعا، الهند يعني طبعا هي كانت، والهند يعني علماء الهند يشكرون ولهم حقيقة جهد عظيم مشكور في خدمة المذهب الحنفي وخدمة علم الحديث خاصة، يعني هم من أفاضل الناس في خدمة علم الحديث. احنا قلنا اسماعيل بن ابراهيم بن احمد الشيباني، وقلنا الامام التركي اللي هو نجم الدين من كوبورس، طبعا ده اسم تركي، عبد الله التركي المتوفى سنة 52 و600. وفي هنا عندنا الامام الدمشق الحنفي المعروف ابن السراج، ده توفي سنة 71 و700، محمود بن احمد بن مسعود الدمشقي الحنفي. وبرضو عشان الاحناف برضو في حد من افغانستان صنف في شرح العقيدة الطحاوية، لان برضو افغانستان من الاحناف، فافغانستان كانت تسمى بلاد غزنة، واللي ما انتم عارفين بقى قصة الابطال الكبار بقى. الامام سراج الدين عمر بن اسحاق الهندي الغزنوي، دي بعض الاسماء. طبعا الكلام ده كله عاوز تتراجع اكتر بقى، شوف حاجه خليفه في كشف الظنون، هتجد شروحا كثيره للعقيده الطحاويه. في برضه هنا شرح للامام البابري، البابرتي محمد بن محمد بن محمود اكمل الدين البابرتي، متوفى ايضا سنه 86 و700، يعني القرن الثامن، ده اخذ شغل كبير في شرح العقيده التحوية خاصة من الأحناف، وعشان نعرف هم العملية متقاربة، لكن المدرسة مختلفة. المدارس هنا إيه؟ ابن أبي العز حنفي، لكنه حنفي يميل للمدرسة الحنبلية التي عرفت بعد ذلك بالمدرسة التيمية ثم المدرسة السلفية. كان اسمها المدرسة الحنبلية أصلا، لأن كل المذاهب لها آراء في العقيدة ما عدا الحنابلة، بعد ما أحمد بن حنبل بدأوا يعملوا آراء خاصة. وانما احنا محمد ما عملش اراء خاصه، راي احمد في العقيده هو الشافعي هو المالكي هو الحنفي هو واحد، ما فيش اي فرق، الفروق شكليه او زي ما احنا بنقول اختلاف لفظي تصوري اعتباري، انما ما كانش احنا حنبل ليه عقيده غير الامام مين؟ او غير ابدا، انما عشان بعض الناس يفهم الموضوع فهما غير دقيق، انما هما جم بعض بقى الحنابله بعض ما احنا حنبل بداوا يبالغون لما اتفتح موضوع القرآن الكريم وهل القرآن مخلوق ولا مخلوق، فبعضهم بدأ يبالغ حتى قال إن جلد المصحف قديم، الورق قديم والقط قديم والجلد قديم، ده لسه كاتبه من ساعة الأخ، قالوا لا قديم برضه كله إيه؟ قديم، اللي في مبالغة. هو أي تيار لما يظهر يهتم بشيء يحصل عنده إيه؟ عنده مبالغة، ما هو فعل العبد لابد أن يكون حديثا، فعل العبد لابد ان يكون ايه؟ حارسا، خلاص ما يتعلق بجناب الله يتصف بصفات الله، غير مخلوق ازلي، وانتهت القضيه. فهو حصل مبالغه، دخلوا في موضوع الصفات، ما احنا حنبل ايضا ما اتكلمش في الموضوع ده، ما احنا زي الامام مالك اقطع الكلام اقطع الكلام. ده حتى هم كانوا يقولوا ايه؟ مروها بما جاء بلا تفسير. وبعدين يقولوا مروها بما جاء بلا كيف. وبعدين يقولوا السكوت، اللي هي بعض الناس قال لك ده الكلام ده غلط، قالوا التفويض المطلق ده محل نظر. فكان المدرسة السلفية في عصر السلف كان السكوت التام في المسائل دي، اسكتوا عن البدع حتى تموت
كان مذهب عام للسلف الصالح فتح الابواب في المسائل الدقيقه في باب الاعتقاد كان ممنوع منعا باتا باتا، لانهم يعلمون الخطر في الموضوع انه لا يجد هذا الا المتخصص طالب العلم اللي جالس وغيره وغيره. وهم ما كانوا يصنعون دروسا خاصه بالاعتقاد، ما كان عند السلف هذا، انما كانت قضايا الاعتقاد تمر في الحديث والتفسير والفقه مرورا كده. انما ما عرف امام انه ليه مجلس ايه؟ عقيده، مفيش ابدا. لان العقيده انما عظمت عن بحجم بالفرق والاراء والتيارات، انما هي اصل عقيده ايه؟ نقول صفحه صفحتين 10 صفحات، ولا ادله من الكتاب والسنه واضحه وجليه وما تحتاجش لشيء. دي بعض الشروح لعله من اخر الناس اللي عملوا شروح الامام الميداني اللي هو توفي سنه 98 و 200 و1000، يعني من قرن ونصف تقريبا. الامام الميداني اللي هو العلامه عبد الغني بن طالب بن احمد الغنيمي الدمشقي الحنفي. ودي برضه فيها معنى لطيف، انه لم يوجد في المذاهب الاخرى من قام بشرح كتاب في الاعتقاد زي الحنفيه. صحيح ما نحن محمل حصل انه شرح اعتقاد، ولكن الامام احمد المشكله عنده في ايه؟ كثره الروايات. مشكله المذهب الحنبلي عموما، المذهب الحنبلي حتى في الفقه ايه؟ تلاقي اكثر من روايه. فنحتاج لمين؟ لمرجح. مين يرجح؟ ممكن تلاقي في المسألة واحدة اللي مع أحمد حنبل خمس روايات. تلاقي مرة مع دول ومرة مع دول. رواية هنا ورواية هنا. ليه؟ تعدد التلاميذ وانتشار التلاميذ والظروف العامة للإيه؟ للمذهب. فبخلاف الإيه؟ المذهب المالكي خاصة، ثم إيه؟ المذهب الحنفي. دول الاثنين أدق في الموضوع، ثم الشافعي. في هذه المسألة مسألة الروايات. مسألة إيه؟ الروايات. فمثلا ممكن واحد يروي الخلال يروي عقيدة ما احنا حنبل بطريقة غير عبد الله. عبد الله بن ما احنا حنبل طريقته فيها يعني شطط أحيانا. بس هل هي ثابتة عنه ولا لأ؟ دي القضية بقى. يعني لأن احنا نحتاج لإثبات إيه؟ الإسناد في الروايات، هل ثبتت عنه ولا ما ثبتتش؟ لأنه إيه؟ ابن الإمام لابد أن يكون إيه؟ محل ايه؟ محل نظر، على اعتبار انه ممكن واحد يروي ويرمي عليه. يروي روايه رواها عبد الله بن احمد حنبل عن ابوه طبعا، عن مين يعني؟ فهيكذب وهيألف وليه؟ ورواها عبد الله. فغالبا الكلام ده بيكون من ايه؟ من عمل مين؟ الرواه، مش من عمل الامام عبد الله. لا. من ايه؟ وبعدين ناتي بقى ان صالح ابن الامام احمد حنبل ليه روايات. ونشر الكتب في ذلك مثلا مسائل ابي داود السجستاني لابن احمد بن حنبل، روايه صالح من الامام احمد بن حنبل. ففي روايات متعدده في المساله دي. هنمر بقى مره الكرام، لانكم يعني ما شاء الله عليكم المسائل الاعتقاديه والكلام المعلوم ده، يعني وان كنا نود ونطمع ان يكون المره القادمه تسمعونا كده العقيده الطحاويه كده او اللي بعدها يعني. ولا نسيتوا العقيده الطحاويه الموجز الصغير هذا؟ اذا هذا اقتراح قابل للتنفيذ يعني. كما قلت هو الكتاب النسخه الذي مش موجود في متن مستقل لوحده. يعني لو يوفر لنا المتن هكذا، ده هو كله يعني خمس صفحات بال، لو واحد اظن معينا هو في الكتاب هذا هو المتن ومشروح. يعني هذا هو المتن ومشروح ايضا، يعني نصفه زياده، يعني هو نصف هذا نصف هذا، يعني هو اخره ثلاث ورقات متن الطحاويه كله. عارفوا يا اخوانا ايه انتوا طيب. إذا استطعتم، مش بيوت، لا بيوت ولا قصائد، ده هو نثر عادي خالص، كلام جميل.
بعد أن بدأ لمعنى يعني كنت أود أن أستمع إلى بعضكم يقرأ، إنما الوقت مش هيسمح، هنمر كده مر الكرام لأن الوقت ما يسمحش إن احنا نقرأ كل حرف وكل كلمة، لكن هنمر كده بسرعة. طبعا الإمام ابن أبي العز بيذكر إنه الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان عمل كتاب الفقه الأكبر، وفي طبعا كتاب الفقه الأكبر الإمام الشافعي أيضا، في الفقه الأكبر الإمام الشافعي وفي الفقه الأكبر هو العقيدة يعني. فأظن أنتم قبل كده ذكرناكم بأسماء علم العقيدة، من يذكرها؟ أسماء علم العقيدة. الناس نبدأ من الشيخ وليه؟ بالعقيدة صول الإيمان، صول الإيمان والفقه الأكبر، الإيمان طبعا الفقه الأكبر، الفقه الأكبر خلاص الشيخ ما شاء الله. السنة، السنة السنة لا هو السنة كده، هو حتى السنة اللي بقى ايه للإمام عبد الله ابن أبي ابن الإمام أحمد حنبل كتاب السنة هكذا، غير السنة ابن أبي عاصم، والإمام أبو داود السجستاني في كتابه السنن متكلم عن العقيدة في تحت عنوان ايه؟ باب السنة، كتاب السنة، كتاب السنة كله عقيدة، ده كتاب اللي هي السنة. ايضا يسمى بعلم الشريعة زي الشريعة للأجري، وده كتاب واحد يظن ان هو شريعة فقه يعني، لا ده كتاب عقيد من باب قوله تعالى شرع لكم من الدين. يبقى هنا ايه علم ان المقصود به ايه؟ العقيدة، العقيدة. الفقه الاكبر ذكر، الفقه الاكبر مطبوع بشرح الامام القاري، طبعا مطبوع مطبوع مطبوع، اللي هي رسالة الامام سلطان القاري دي طبعا هي يعني. هو طبعا الفقه الاكبر كما تعودنا ان الامام ابا حنيفة والائمة الكبار بيبقى كلامه في العقيدة موجود جدا، فاكثر الكلام لمين؟ للقاري، اكثر الكلام للملة، الملة يعني سيد، الملة يعني ايه؟ يعني سيد او السيد يعني اللي هو علي ايه القاري. وبعدين ذكر الامام اهمية تعلم الاعتقاد وان الرسل جاءوا بذلك، ثم ذكر ان هناك طريقين واصلين عظيمين للايه الموصلين للاعتقاد. الطريق الموصل إليه هو الشريعة، الأمر والنهي، ألا له الخلق والأمر كما هنا. وبعدين تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم. السالكين، نحن لما تكلمنا عن التقسيم العام دين وفرقة ومذهب وتيار ومدرسة وغيره، ففي التصوف قلنا في حتم السلوك، فالتعريف السالكين، ويمكن كلكم تعرفون كتاب الإمام ابن القيم هو مدارس ايه السالكين شرح منازل السائرين لابن الهروي، فيقال له السالك والسائر يعني الطالب لطريق الله جلت قدرته. السالك، الشرع سمى اسماء كثيره جدا، بقى في اسماء تانية زياده على الايه هذا الايه المعنى. ممكن نقول الممسكين والذين يمسكون بالكتاب، يمسي، شوف تعبير القرآن يعني ده مش ملتزم، لك فلان ده ملتزم، لا ده ملتزم ممسك، والذين يمسكون، انظر إلى التشديد هنا، مش متمسك مستمسك، لا ممسك. التعبير ده فذ في القرآن، تعبير ايه فذ. هناك برضو استمسك، لا ايه فقد استمسك بالعروة الوثقى، لكن هنا يمسك لان دول ناس كبار الله ما يجعلنا منهم المصلحون. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر الايه المحسنين ولا المسلمين المصلحين. ايوه المصلحين اللي هنا بقولك كبار، صالح مصلح ده امام، فما ينفعش يبقى مستمسك ولا بيمسك ولا لا، ده امام ممسك، هذا ممسك.
ثم أشار إلى أنه الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بما هو شفاء للقلوب وبما هو شفاء للجوارح. و يعني ذكر قوله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا. الروح يطلق على أشياء كثيرة جدا. يطلق الروح على جبريل عليه السلام، قل نزله روح القدس، ويطلق على القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من. خلي بالك دي آخر آية في سورة الإيه؟ شورى، عشان إيه يقول لك تطبيق الشريعة لابد أن يكون عن طريق الإيه؟ القرآن أو الوحي. يعني سورة الشورى المبدأ الرئيس في السياسة نظام الحكم في الإسلام، مصدر نظام الحكم وإيه؟ الدستور مصدره إيه؟ الجمعية التأسيسية لابد أن ترجع لإيه؟ أهو القرآن. الحل سهل خلاص. أي نعم، غير بقى الله يحفظك ويبارك لك. كما يطلق الروح على سيدنا عيسى. ايوه، كما يطلق الروح ايضا على كلام الله المطلق، يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده، كلام الله مطلقا. طب وليه سيدنا جبريل روح؟ لانه ينزل بما يريح صدور العباد. القران روح ايضا لانه ايه؟ ينزل السكينه والطمانينه على القلوب. طب وسيدنا عيسى روح؟ عشان انه خلق ايه؟ بسبب غير عادي، بسبب غير عادي. كما يطلق الروح ايضا على الروح التي بها حياه الانسان. المؤمن ليه مع الروح حياه خاصه بقى. المؤمن ليه اثنين روح. المؤمن التقي، يعني اللي صالح منكم كده اللهم اجعلنا منهم، ده مش عنده روح واحده، عنده اثنين روح. عنده روحان. روحان، تعرف يعني ايه روحان يا مولانا؟ انت عندك كم روح؟ سبعه. في الروح العاديه التي بها حياتك الان، التي ربما صرحت قليلا وكادت ان تذهب الى الملأ الاعلى. انما في روح اخرى، من يذكرنا بها؟ ايوه يعني ها روح الايمان. ايوه، هات دليل من القران على ذلك اذا كنت لا ده فرق. كنت دخلتنا في قضيه ثانيه اود ان اشير اليها، ان الروح غير الروح. ها لا لا، وايدهم بروح منه. دي بقى روح الروح، دي روح الروح، دي روح التثبيت، دي روح الثبات، دي روح الإيمان. دي شوف سيدنا أبي عبادة بن الجراح كيف يقدم على أن يضحي بوالده من أجل الله. ده عنده روح فزة. إيه؟ بوالده. يبقى هنا هو أشار لهذا المعنى وبما جاءت به الرسل عليهم السلام. ثم ذكر أنه التفريط والخطأ إنما جاء في عدم الاعتماد على كتاب الله سبحانه وتعالى في إيه؟ في باب العقائد. وذكر الحديث وإن كان في مقال الحارث الأعور ضعيف، اللي هو حديث إنه ستكون فتن مخرج منها هي رسول الله قال كتاب الله في نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. هو الحديث معناه ثابت طبعا، ولكن ايه ناحيه السند في مقال عشان يكون على بينه. لا انا انما امر على الشرح لا اقرا، امر فقط، اذكر شيئا اعلم انكم تعلمون اكثره، واقف فقط عند ما اظن انه ايه يشكل عليكم. ثم ذكر انه الإمام أبا جعفر الطحاوي الأزدي
اهو بقى شيخنا حبيبنا الغالي شيخنا اللي بيكتب الشيخ اسمه ايه؟ شيخ محمود. شوف بقى نص الكتاب بيقول ايه؟ ولد سنة 39 و200 ووفاته سنة 21 و300. وكلما بعد العهد ظهرت الفتن وغير ذلك، وبدأ يبين ايه علم الكلام والموقف من علم الكلام. احنا علم الكلام عندنا في طريق لا يرتضي منه قليلا او كثيرا. طيب ايه المقصود هنا بعلم الكلام عشان هو الكلام دقيق؟ اللي هو المباحث الفلسفية والكلامية التي تلي على باب العقيدة. السلف الصالح اخذوا بالاحوط وقال البعد عنه سلامة وغنيمة، ولم يقبلوا، خاصة انه كان الذين يتولون ذلك كلهم من المبتدعة، المعتزلة والجهمية الجبرية الروافض، فغلقوا هذا الباب. واحنا عارفين بقى اقوال السلف الصالح في ذلك، لما الثلاثة من تقلب الكلام فهو زنديق، رأي في علم الكلام علماء الكلام ان يركبوا على الحمير وان يطبهم في الشوارع وان يضربوا، كل هذا الكلام كلام جميل لا ريب، لكن لابد ان نعي انه بعد هذا اضطر علماء الأمة الى تجويز تعلم علم الكلام للعلماء للمناظرة وليس لتصنيف الكتب العامة. ووارد ان الامام الصابوني صاحب العقيدة عقيدة اهل الحديث انه كان يعظم الامام ابا اسحاق الاصفرايني ويقول هذا يدافع عن الاسلام، رغم ان في ناس عندهم ايه نظرة ان كل الاشاعرة مبتدعين وضالين والكلام ده كله، وراجع الكلام ده في البداية والنهاية في ترجمة ايه الاصفرايني والصابوني ايضا، يعني مش المسألة مش المسائل كده مش تؤخذ اعتباطا، الاعتباط ده والجمع والضرب بمرة واحدة ان الاشاعرة ضالين مضلين مبتدعين مش عارف ايه، وبعدين للأسف النهاردة انتشر اليوم من الأزهر ضلال وبدع وضل في العقيدة وما ينفعش، حتى الجماعة المساكين هؤلاء صاروا الآن يميزون ويقولون لا نتعلم في الأزهر، وهذه كارثة. هذه ايه ويعني يا اخواننا الحقيقة هذه مسألة بد ان تعلموها. الأزهر حتى في الكليات التي تدرس الاعتقاد تذكر رأي ورأي الآخر، يعني عشان نبقى منصفين ما نظلمش حد، تذكر رأي ورأي الآخر، انت حر. ممكن بقى هنا خاصة بإخواننا في الدراسات العليا في قسم العقيدة غالبا ما يعني يأخذون بالاهتمام بالمذهب الأشعري، لكن لا يفرض عليهم، حتى في كلية أصول الدين مثلا لا يفرض عليهم، وفيهم معتزلة في أصول الدين، كان واحد ولا اثنين ولا كذا، يعني في موجود، يعني ليس ايه كما يظن البعض، والشائعة هذه التي انشرها بعض إخواننا السلفيين حقيقة غير دقيقة غير دقيقة. أولا هم لم يفرضوا تعلم هذا المذهب، ثانيا هم يذكرون الآراء وأنت حر. خلينا نذكر مذهب الأشعري مع عليه جمهور علماء الإسلام مثلا، يعني احنا لا هو عليه جمهور علماء الإسلام والقضايا المعدودة التي هي محل نظر فيها آراء، يعني ليس فيها إيه رأيا واحدا، يعني قد تكون أنت أشعري وتختلف عن المذهب الأشعري في 4-5 مسائل مثلا محل نظر، يعني المدرسه نفسها زي بعض الكلام يقول لك التاويل كله مرفوض وبدع وضلال، وكله التاويل ايه وهو يلجا مضطرا الى التاويل ان طوعا او كرها، فلا بد يكون في لا مانع. احنا قلنا قبل كده في مدرسه الاحوط ومدرسه كذا وكذا وكذا، المدارس هذه لا 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 نقف ضدك فيها، انما ان تحارب تيارا. وبعدين يجي اهل الضلال يقول لك ايه ده الامام ابن حجر ضل مضل مبتدع، وحرقه وفتح الباب، وكان بيحرقه في السعوديه والنووي ده هو قمر يعني انظر حقيقه امور غريبه، يعني امور غريبه، زي ما الشيخ بيقول جمهور علماء الامه، يعني كان الله يرحمه احد علماء جمع عشان يقول يا ابني احنا راضيين علماءنا كفره واحنا راضيين، يعني مش لا ليس هكذا، انت حر تقول انا ما بميلش للتاويل طبعا لا مانع، لكن ما نعممش
واذا وصل امر قول راي وراي اخر قول يا عمي هم ضلوا في هذه المساله اقنع لكن تكفر وتخرجوا من المله وانه مذهب لا يقرا وانه لا يجوز وبحذركم وبخوفكم ابتعدوا عن المعاهد الازهريه لان فيها كذا وبقى يعملوا قلنا بعض الـ 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 المعاهد مش كده في تقصير نعم وفي احيانا جمود نعم نقر بهذا وفي مغالاه في الاشاعره المتاخرين في باب علم الكلام نعم لكن هو كان في امر مخصوص ما هو كل علم وكل موضوع له ظروفه يعني زي ما كان الفقه قديما سهل جدا بعد كده الفقه بقى ايه متعقد يعني كان المذهب الواحد معروف ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه راي واحد الصحابه لما جم 20 راي بس كان سهل راي سيدنا عمر سيدنا كده واضحه الاراء سهله بعد كده بقى المذهب الواحد ب 50 راي فعم ترجح جوه المذهب انت مطالب ترجح ايه فبقى حتى الفقه نفسه ايه مشكله المذهب الداخلي في الفقه مش في العقيده مشكله وحصل مثل هذا ايضا في المذاهب العقائديه تلاقي مثلا الغزالي ليه راي في مساله والرازي ليه راي والاصفرايني ليه راي وابن معالي الجويني ليه راي و ومحدش ادى كفر او خرج عن مذهبه وكذا وهكذا يعني هو يعني نجد بعض الائمه زي الجويني وغيره خرج عن اشاعره في بعض مسائل ومسائل دقيقه جاء بعض الناس بعد كده يقولوا لا ده خرج من الكليه لا ما خرجش الكليه عشان هو مصيبين عشان يكون عندنا نصاب المهم الشاهد من هذا ان علم الكلام نوع منه علم الكلام حتى علموا لك ايه علم الكلام البدعي وعلم الكلام السني عشان يقدر يميز لكن الاصل في المساله ان نفرق بين علم الكلام كعلم و الدعوة ودي اللي احنا قلناها قبل كده في القواعد قلنا خطأ جسيم ان ندخل علم الكلام على العوام وصدق الامام الغزالي عندما قال ايه صنف الجامع العوام عن علم الكلام في فرق ولذلك هم قالوا ايه قالوا علم الكلام انما صنف للحكماء يعني الفلاسفة الكلام ده كله مش معمول لمين للعامة فلما ليه بعض الكرام نقل الكلام ده للعامة عملت مشكله حتى بالمذاهب الحديثه يعني انا اذكر واحده ست طيبه بتكلم واحده نصرانيه اخت بقى مستقيم ملتزمه فقالت لها بتكلم ايه الرحمن على العرش استوى فالمسيحيه قالت لها استوى زي الطبيخ هي طب هنا بقى انت تعمل ايه بقى نرجع للمذهب الاستشعري نقول بقى ناخد بالتفويض هي كده حاجه وهو نص كده ونقول بالتفويض استوى الاستواء ايه غير معلوم الاستواء معلوم الاستواء معلوم يعني هي هنقولها التفويض طب ده المسيحيه دي اصلا هي كافره بدينها بسبب ايه الموضوع ده انا مش فاهمه هي يعني مين يقول لها تقول لها ثلاثه زي هم قالوا كده هم ثلاثه يبقوا ثلاثه فانت هنا مضطر دعويا تاخد بالتاويل وان كنت انت ترفض هذا ايه عقديا انت حر لكن دعويا فهمني بقى نعمل احنا بحل دي ما هو ده بقى اللي كان بنتكلم عنه علماء الكلام علماء الحديث يقول لك احنا بنقول احاديث وخلاص طيب جم ظهر جماعه زي المعتزله واهل البدع وغيره فكل مساله عاوز يتكلم بالعقل هنروح نقول له حديث عاوز رد عقلي فما يستقيمش فلذلك ظهر ايه علم الكلام هنا بنقول القضية إدخال الدعوة مع علم الكلام يبقى احنا نقصص علم الكلام هذا لطائفة تقوم بالدفاع عن الإسلام يبقى تخصيص إنما ينقل للعوام يبقى ولذلك شوف الإمام الغزالي رحمه الله حي علم الدين عمل عقيدة في الأول بإيجاز وسهلة وكأنها عقيدة إيه سلفية كلام خفيف وسهل يعني بعض الكلمات كده بس كانت منتشرة في عصره زي الجوهر والعرض وكده انما هو ايه الكتاب كله واحد اتنين لانه امام هنا داعيه امام دعوه لكن لما يصنف بقى في علم الكلام بقى والعقيده بقى في الكتب التانيه ده موضوع تاني بقى ده موضوع مختلف تماما فالاشكال زي انا بعض الكرامين يقول لك ايه
مرة في واحد في مجمع المنصور اسمه مجمع الإيمان، قال لا لا مش مجمع الإيمان ده مجمع جهم بن صفوان. وعرفهم هم جهم بن صفوان وكلام ده دول عوام، دول ما يعرفوش الكلام ده ايه دخلنا. فبقت القضايا كلها الناس بيتكلموا في بيتش المربيس يوه جهم بن صفوان ووصر بن عطاء وكأن احنا قاعدين فرق الوقت وجات الفرق وقعدت معانا لا ده كلام ما يتقالش ابدا لا على المنابر ولا في الدروس، دي حاجة خاصة بأهل العلم. إنما واحد يقول لك أنا عاوز أعلمهم العقيدة، وهم السلف الصالح كانوا معلمين العقيدة بالطريقة دي. يعني السلف الصالح كان بيلموا العوام يقول لهم تعالوا نقول لكم الفرق دي إزاي وماشية إزاي. ده خاص بالعلماء المتخصصين، طالب علم متخصص في هذا الباب. دي مشكلة عويصة. يبقى عندنا علم وكلام، يبقى العلم الكلامي يجوز تعلمه للضرورة دفاعا عن الإسلام، ويقص به أهل العلم المتخصصين دفاعا عن الإسلام. ولذلك ده مهم جدا في الرد على النصارى، في الرد على أهل البدع. إنما أن يلغى بالكلية هنبقى احنا نظامنا كله إيه؟ قاصر على عرض معلومات، عرض ما في القرآن وعرض ما في السنة، مجرد عرض. ولذلك هذا العلم ليه الجماعة بتوع العلم العقيدة كبروه عظموه؟ لأنه ده حرب، جاهدوا المشركين بألسنتكم وأيديكم كما رواه أبو داود بإسناد صحيح. ده الجهاد. أنت ممكن تخش المعركة على طول، لا هذه سهلة. إنما واحد يغيظك ويخيدك ويشتم في نبيك عليه الصلاة والسلام ويشتم في الإسلام كل لحظة، ده الجهاد هنا أعظم. بألسنتكم الأول، جهد باللسان قبل الإيه؟ قبل السنان، قبل السنان، لانه مساله شقه. انت بتزعل لما تسمع قناه فضائيه اليوم تتكلم عن تيار معين وتعيب وتشتم. امال لو انت بتنظر واحد ده، في ممكن بعضكم لما ينظرني مره وممكن او انا قاعد بعلمه او رايي يتغير، قلبه يتغير عليا. امال بقى لو واحد حسن عاده بقى عيد لك بقى ومناظره، يبقى قلبه عامل ايه؟ ده بتبقى في راي فقهي واختلفنا، تلاقي الراجل كره الشيخ وكره الجامع ومش هصلي هنا تاني. هو لابد اكون عامل كل حاجه هو كده. مفروض تبقى زي بالحرف حتى في الايه، في باب الفقه بالحرف. وانا يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما يصلي فلان. طيب، فاذا المساله ايه؟ غير مطلقه. ثم هو ذكر بقى كلام الايه؟ الائمه في ذلك. وبدأ يبين أول واجب على المكلف، لأن الإمام الطحاوي قال نقول في توحيد المعتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. شوف بقى هنا عبارات السلف، إن الله واحد لا شريك له، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جم بقى هنا إخواننا في المحدثين وذكروا شروط لا إله إلا الله. هذه المسألة وانتم طبعا حافظينها، العلم المنافي للجهل والصدق المنافي للكذب، ها مين فاكر؟ والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والاخلاص المنافي للرياء، والمحبه اليقين. ايها المنافي، طب احنا عاوزين نزودهم على اللي قالوه، ما احنا عاوزين نبقى مش نقف كده حافظين يعني كده. في شرط هم فاتهم قوي، الكفر بما يعبد من دون الله. قال عليه السلام وكفر بما يعبد من دون الله. وشرط اخر برضه مهم اللي هو الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ما ينفعش ايه شهاده لا اله الا الله بدون شهاده ان ايه محمدا ايه رسول الله. ولذلك شوف القران من جماله، ايه الصوره التي نزلت بعد سوره الاخلاص؟ في ترتيب النزول يعني. لا ترتيب النزول، النزول بعد الإخلاص، النجم. يبقى لأن سورة الإخلاص إنما تلخص شهادة لا إله إلا الله، وسورة الإيه؟ النجم تلخص أو تؤكد وتعظم شهادة أن محمدا رسول الله. إن أعظم سورة بينت أعظم فضل نعمة.
لا غير بقى المعراج. فهنا شوف اللفت دي انه لا يصح لك ان تقول اشهد الله بدون اشهد ان محمدا رسول الله. ومن الشروط ايضا شروط لا اله الا الله التعظيم والمنافي للتحقير، يعني انك تعظم الكلمه ولا تستهزئ. ومن الشروط ايضا ده من عندي الكلام ده على قد انا كده اشوفه يمشي معاك ولا ما يمشيش، التعظيم المنافي للتحقير او الاستهزاء، الايمان المنافي للكفر لانه لابد تؤمن بها. مش كل ده داخل في المقياس، يعني داخل في بعضه، بس هما اخوانا قسموه لسبع شروط ففي حاجات خارجة التقسيم ده في حد ذاته صحيح؟ لا اعتباري، انت تعلم ان التقسيمات في العلوم اعتبارية. اعتبار ايه؟ لا باعتبار يعني ايه؟ يعني تجاوز، من باب التجاوز، يعني من باب التسامح. تسامح تقسيم ده فيه مش تقسيم، ده دي شروط، دي شروط ما فيهاش حاجة. فممكن تفرع، يعني ممكن تفرع فيها، ممكن حاجة تأتي بشرط ضابط يلم كل ده معايا. نعم بس حاجة يعني هو دكتور، ممكن واحد يؤمن بلا إله إلا الله ويعبد ويعظم غير الله يعني ويكون في معتقد تاني عنده؟ لا ما هو في برضه في أدلة، من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فالتخصيص ده فيه فايدة. هما معلش تخصيص، أيوة نعم قول. المشركون قريش كانوا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولكنهم كانوا يشركون مع ربنا عز وجل أشياء أخرى. هم كانوا مؤمنين بوجود الله فعلا، لكن هم كانوا إيه بيشركوا، ولذلك أتى بالنص والكفر. طيب نجوز هذا. أول واجب على المكلف ذكر طبعا هو نعى على المتكلمين إن أول واجب، في بعض الناس قالوا أول واجب هو النظر في ملكوت السماوات والأرض، وفي ناس قالوا القصد إلى النظر، وفي ناس قالوا الشك. كاتبهم هو في الجوهرة حوالي 12 رأي، هي كلها تعتبر مسألة واحدة، يعني الوسائل والأساليب لمعرفة الله سبحانه وتعالى. هو قال أول واجب إيه؟ توحيد الله سبحانه وتعالى أول واجب على المكلف. لكن هو نفس الحكاية نقول، طب وأنا قبل ما أقول لا إله إلا الله ما هيكون في حاجة دخلت في قلبي، يعني هو إنما نظر لإيه؟ لقول اللسان. لكن هو عندما الحقيقة ننظر إنه هو لما علم أن الله خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء، فالمس إيه؟ فمن هنا إيه؟ يجي الجماعة المتكلمين المقلد كافر. المقلد ايه يعني؟ انت مؤمن مسلم باعتبار ان والدك مسلم كافر. طب هو لما بلغ، هو لو عرضنا عليه المسيحيه هيبقى مسيحي؟ يبقى هو اصلا الموضوع عنده فالموضوعات بتاعتكم دي مش على باله، الموضوعات دي مش على باله، فانتوا كبرتوا الموضوع، يعني دول كبروا من هنا والتانيين قالوا من ناحيه ثانيه لا قالوا ولا ربنا بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما هو فعلا ما هو العباد النظر عباده، التفكر نفسه ايه؟ ولذلك ورد عن السلف صالح ابي الدرداء وغيره التفكر ساعه خير من عباده 60 سنه. يبقى التفكر نفسه، التفكر مهم، قل انظروا ماذا في سماوات الارض. يبقى الخلاف ده كله خلاف. طيب الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية، والثالث توحيد الإلهية. عارفين انه فيهم من الإمام ابن تيمية وكما نص عليه ان التوحيد ثلاث أقسام، ده محفوظ وطبعا مكرر في إخواننا في السعودية بيحطوا الكتب كلها مبنية على هذا الايه النظام، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. بس هما بيجي بعد كده يخلوا الثلاثة اتنين. بيخلوا الربوبية والألوهية واحد. لا أنت مش مصحصح. الربوبية والأسماء والصفات مع بعض. الربوبية والأسماء والصفات على اعتبار أن أحدهما علمي وأحدهما إيه؟ عملي. خلاص. فيقولوا إن المشركين آمنوا
بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وكفر بتوحيد إيه؟ الألوهية. حد رأي في المسألة؟ في قول يقول إن هذا التقسيم خطأ ومبتدع أصلا. عاوز أقول أولا إنه إن التقسيم ده مش أول من قسم ابن تيمية، لا في ناس قبل منه قسم، قص الصوفية، بس هو كان تقسيم ذوقي عندهم، يعني هم كانوا بيقسموا تقسيمات ذوقية. ولو حتى راجعنا رسائل ابن عربي، شوف ابن عربي هو عامل برضه تقسيم للتوحيد في رسائل ابن عربي. الشاهد يعني الشاهد هنا ايه؟ انه يعني نشوف المعاني، ودي عملت قضية تانية بقى، يعني مسألة التقسيم دي جابت ايه؟ مسألة تانية، هي هل يصير المشرك او الكافر كافرا مطلقا ولا كافرا بشعبه؟ يعني ايه؟ يعني هم الموضوع ده الجأهم ليقولك ايه؟ الانسان عنده شعبه من شعب الكفر وهو مسلم، ده الموضوع يعني في موضوع يفتح موضوع تاني، خلي بالك من الكلام ده لسه، احنا ما كملناش لسه. اذا احنا بنقول ممكن الثلاثه يتردوا الاثنين، وهنلاقي في كلام الشيخ الوقتي ان ممكن رد الثلاثه لواحد. طيب نجيب القران، القران وضع ما يطلق عليه بتوحيد الالوهيه في موضع الربوبيه، ووضع ما يطلق عليه الربوبيه في موضع الالوهيه. زي ايه؟ في اول الانعام يقول سبحانه وتعالى الحمد لله ايه؟ الذي جعل الظلمات وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم ولا بإلههم بربهم. طيب هنا على التقسيم الثلاثي اللي يمشي، يعني مش عاوزين نقول احسن ولا الكلام ده، ها نقول بإلههم ولا بربهم؟ بربهم. الخلق هذا شأن مش من شويه والجعل اسم مشتق من الخلق، خلق وجعل الفطر، خلق جعل صورة بلا صفات الخلق نمور وصمات. ايوه هو يعني ابتداء هذا المسألة التقسيم الربوبية والصفات ايضا، وليس بهذه الآية انه قال والذين يلحدون في اسمائه، يعني كانوا حتى يلحدون في اسماء الله عز وجل. الربوبية اصلا يعني هي مفروض ربيه ربوبية مستلزمة، يعني توحيد الربوبية مستلزمة توحيد الألوهية، فعندهم مشكلة أصلا حتى في توحيد الربوبية. نحن مش عادين نقول نكبر الألفاظ، يعني نرجو التخفف، الذي يعترض على التقسيم يتخفف، لأنه المعاني واحدة، المعاني نفسها واحدة، إلا الحتة بتاعت إيه؟ بتاعت إنها أدت إلى تقسيم في الشعب المتعلقة بالكفر. المعاني ثابتة، محدش يناقش الكلام ده، وكان الله يرحمه الشيخ شعراوي أظن نقل عنه الكلمة حلوة كده، قال توحيد الربوبية عطاء وتوحيد الألوهية تكليف. ده معنى جميل كمعنى، كمعنى يعني هو طبعا اعتبر ان توحيد الألوهية ده أمر، اعمل كذا ما تعملش كذا ده أمر، صلي وصوم وذكر، وتوحيد الربوبية عطاء لأنه خلقه يرحمكم الله، خلقه ورزقه غير ذلك، يبقى عطاء يعني. ولذلك ممكن ايه هنا دخل في قضية ايه؟ توحيد المتعلق بالخالق، شوف بقى التقسيمات بقى تقسيمات جرأة هدي، وتوحيد المتعلق بالمخلوق، صح ولا انا غلطان؟ يعني ايه متعلق بالخالق؟ يعني ما يتعلق بالخالق هو توحيد الربوبية، الأسماء والصفات، الله سبحانه وتعالى هو الايه؟ هذا خاص به، وتوحيد متعلق بالمخلوق انه يقوم بالعباده وغير ذلك، مش ان واضح المعنى؟ فهو تقسيمات للتعلم لا باس بها، ولكن يعني النطق نفسه محل نظر، يعني ما ينفعش يقول لك ايه؟ ينقسم التوحيد، لا الادق لو انت ترى مذهب التقسيم هذا اللي بقوله، ينقسم التوحيد باعتبار كذا الى كذا. لما نمريجي نطلع مر على انواع التوحيد، راح عاوزين النصارى طالعين فيها،
قالوا انتوا بتقولوا التوحيد ثلاثة واحنا برضو اللي ثلاثة، انتوا ثلاثة واحد ثلاثة. لا فعلا احنا وكان الواد بتاع من الدولة سأله قدام مني واحد قال له ايه، قال له انواع التوحيد. شوف يعني مع الرفيق بتاع من الدولة قالوا له يعني عشان تعرف ده يطلع ايه يعني، فاسأله في الحتة دي يعني انت عشان تعرف يطلع ايه يعني تعرف تصنف كويس يعني. فسألوا عن الايه، عن المسألة دي، خلي بالك. فالمهم الشاهد يعني انا طبعا في كتاب اصلا في موضوع تقسيم والرد والردود على بعض، انما انا ارى انه اولا يعني الاطلاق هكذا غير سديد، ثانيا مآلات القول غير سديدة، يعني لا يصح ان يقال فلان فيه شعبة كفر وهو مسلم. ليه؟ ليه؟ من قال هذا؟ انت تقرا كتب معروفه، هنقوله هنا الكتاب ده، ما هي معروفه، من القيم والقيم، ما هي معروفه المساله. لا هم اجتهدوا بناء على هذا وليهم ادله يعني، بس هو نتضح ازاي بقى؟ نجيب نص واحد يكفينا. يقول تعالى: ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. فما ده كافر بواحد، كافر بايه؟ بنبي واحد. هل اقول ده مسلم وعنده شعبه، شعبه كفر؟ لا. ده بقى انت الا اذا كنت انت هتبدا بقى ايه؟ تقول بقى ايه شعبه جاءت بعذر. يعني هو مثلا موضوع النياحة وغير ذلك إذا عددناها في الموضوع ده الكفر العملي ولا الكلام ده، أو 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 إنه هو جاهل، لا معاذير المعروف في الكفر دي معايا، إنما ما يصحش نقول إيه ده مسلم وعنده شعبة إيه، اللي هو كافر كده على طول. هو كافر بالإيه؟ لأنه أصل من الأصول قد ذهب. ما يصح ان يقال ان تبقى الاصول الاخرى وايه ونعمل ايه ونقول ده هو عنده شعبه كفر مع الايه. لا ده لا يصح، ده لا يصح. واضح يا مولانا؟ اتفضل بس بسرعه عشان الوقت الله يحفظك. عايزين مثال عشان نفهم الجزئيه ديت، مثال للفريق الثاني يعني اللي بيقول مش احنا قلنا مثال اهو، يعني دلوقتي حضرتك واحد مؤمن بكل شيء وكافر بنبي، نبي واحد، هل يصح ان يقال انه هو مسلم عنده شعبة كفر؟ مش هو ده المثال، بس انا بعطيك مثال للرد، ده مثال للرد. لا ده دي قاعده مطلقه. اشوف جميل كلامك حلو ازاي، يعني ايه حضرتك لكن لا يقال شرك فيك جاهليه، ممكن نحو هذا، لكن لا يقال عنده شعبه كذا، لانه اثبات ان هو عنده شعبه كذا، دي شعبه واحده بالاسلام، يعني بقى مقصدي ان بعض الشعب او شعبه واحده تلغي الكل. ده الايه؟ ده الكل. انا بس بأوجز عشان ما اطولش معاكم في القضيه. نعم. يعني هذا في باب الاخلاق، الساعه قربت على 9 وانا ما قلتش حاجه. نعم. يعني هذا كان في باب الاخلاق بس في الاعتقاد. مثلا يعني. يا مان انا معذره، ان كان جاهل بالحكم فهذا لا ليس عنده شبه من شعب الكفر اصلا. اما ان مثلا شعبه من شعب الكفر فهو كافر مطلقا. أو أيضا دكتور، يعني لا نرد على الفريق القائل بهذا بفهم خاص بنا دون أن نفهم، لأنه ابن تيمية حتى لما أنا قلت أو أنا قلت لابن تيمية عشان تحكموا علي. ماذا هذا جانب؟ يبقى هنا إذا الإمام رجع تاني بقى، الإمام هنا رد الأقسام الثلاثة لاثنين، رد لإيه؟ لاثنين. دي هنوضحها لك بعد. بعض الجمل برضه قالوا ابن تيمية وابن القيم
لا انا ما قلتش هو ابن تيمية ينفي هذا. انا قلت البعض لان حتى لما عرفنا لا أريد أن أطيل في الشرح، لا أريد، لأن لو فتحنا هذا الباب سيضيع الوقت. اكتبوا هذا ويبقى لكم إيه لقاء نشرح مثل هذه الأمور. لا أنا ما أسمعش. الإسلام والكفر نقيضان من اجتماعات. ما هو دي يعني ليها توضيحات يعني، بس ما ينفعش إيه مرة واحدة كده، لأن كلام العلماء الأولى يكون في إيه شرح وسرد ونحو. فاللي ليه سؤال يعني يدعه إذا بولك في الوقت إن شاء الله نشرحه. أما أن إحنا الوقت بس ما يسمح سامحوني أضطر أمر الكرام هنا. ثم ذكر بعد هذا أدلة المتكلمين في الوحدانية. يعني هو الإمام ابن أبي العز بيرى إنه الأفضل طريقة القرآن والسنة، وبيرى ان طريقة القرآن والسنة في العرض افضل من طرق المتكلمين. و يعني دخل بعد هذا للحديث عن التوحيد اللي انتم حافظينه طبعا وعارفينه كويس. فعلم ان التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. واضح ولا مش واضح حتى دي؟ فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. نعم. جميل. لا هو هنا بقول حرك عشان ايه، بقولك فأقم وجهك للدين دار عبادة، فطرة الله التي فطر الناس عليها دار ربوية. فبقول دي رجع للدين، يعني دي داخل في دين. طب ما ينفعش العكس يعني، ما ينفعش توحيد الربوبية لازم توحيد ايه الفرق ما هو على 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 ما بال اليه، على ما بال اليه الامام وطبعا ابن تيمية وغيره، انه الربوبيه ده خاص بالله سبحانه وتعالى. فيبقى ما فيش، لو قلنا بقول فضيلتك هندخل فعل العبد في الموضوع، وفعل العبد هنا ملوش في الموضوع. في الربوبيه العبد ليس له فعل الا الاقرار، اقرار العلمي القلبي اليقيني، مش العملي الواقعي، صلاه وصوم وزكاه وغيره. مش احنا سائلين توحيد الربوبيه عطاء وتوحيد الالوهيه تكليف. فمن هنا ايه هو الشيخ هنا بيقول هنا ايه، فعلم ان التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمنه توحيد الربوبية. نعم بس بسرعه ماشي حضرتك، بس عم توصل الكلام يعني. انا فهمت يعني ان 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 توحيد ما فيش حد هيقوم بتوحيد الالوهيه الا اذا كان هو اصلا مؤمن بتوحيد الربوبيه ابتداءً. لا هو بيقول بيدخل يعني، هو بيقول دي بتدخل في دي، والتوحيد المطلوب الإلهي، المطلوب مني انا كعبد ان اقوم بالالوهيه، اللي هو بعض تقول لك لا للعباده يعني، فانا مش هقوم بالعباده الا اذا كنت مؤمن بالربوبيه. اي نعم، الذي يتضمن توحيد الربوبيه يعني، لانه انت مقر يعني الدين القيم هي الربوبيه. فاقم وجهك للدين حنيفا دي الوهيه، فطره الله التي فطر الناس عليها دي ربوبيه. ممكن حضرتك رد الالهيه للربوبيه. الربوبيه الاسماء والصفات. نعم حضرتك ذكرت ان هو هينضم الربوبيه للاسماء والصفات، هنضمهم على اعتبار الاثنين دول توحيد اقرار علمي كذا. فهو بيقول لك برضه حتى الوحيد الألوهية هذا داخل في الربوبية، لابد يكون في ألوهية على اعتبار انه في إقرار. نعم. ما طبعا. يا اخوانا مش قضية يعني. بس السنة تبارد ما قلت لصحابتك. ايوه مولانا. قول تاني، قول تاني عشان مش احلى ديا. لا ربنا يبارك فيك. نعم نعم. نعم ربنا يبارك فيك. ف يعني هو احنا بنقول التقسيمات والتفريعات سهل جدا انك، وذاك السلف الصالح ما كانش عندهم موضوع التقسيمات دي، دفعه واحده على بعضها. ودي طريقه القران برضو يعني، القران نفسه لا يقسم، القران نفسه عندما يتكلم عن التوحيد يجعله ايه مطلقا. لكن كله ده من باب التعليم، باب ايه التعليم، فباب التعليم يجوز فيه ايه التنويع والتفريع وغير ذلك.
طيب بس بسرعة الله يأجر خير. 25 قل يعني يقول لأن الأحكام قسم التوحيد الأقسام ثلاثة الكتاب. خلاص. زاد الرابعة أو الخامسة مئات زيادة. يعني كأن هذه الأقسام لازمة لأهل السنة والجماعة، وإذا خالفها فهو يخرج من السنة والجماعة. وصف 25 هامش وأقسام ثلاثة الكتاب لا يوصل فيها أصول. وهذا ما تقرأ عليه. الشيخ مين؟ الشيخ مين؟ الشيخ مين؟ تحت فرق الشيخ مين؟ لا هو مش يعني مش عاوزين نكبر الموضوع. لا هو الشيخ هنا بيقول ده كلام الشيخ الفوزان في الهامش. على كل يعني هو يا اخواننا دي كلها تقسيمات وتفريعات. ما في ناس يعني من القيم نفسه في كتاب مدرج السالكين يقول لك التوحيد نوعين ويسيب الموضوع خالص، توحيد الرسولي وتوحيد المرسل. المرسل يبقى عندنا توحيد الرسول، الرسول يعني الايمان بما يتعلق بالرسول خلاص. طيب وتوحيد الايه المرسل سبحانه وتعالى اللي هو يدخل فيه بقى الموضوعات دي. وبعد ما خلص التحليل القلب توحيد الطاعه، ده باب مفتوح بقى، ده باب مفتوح. هو هنا الشيخ لما بيتكلم عشان سمعوا حكايه توحيد الحكيميه، هو ده مقصده. طب الاقسام دي ينبني عليها عمل اكثر؟ لا لا، دي كل ده كله تفريع لاصل، تفريع لاصل. العمل هو الاصل، الاصل هو التوحيد، فانا اقوم بواجبي حق التوحيد، واضح؟ لكن ينبني عليها امور طبعا، ينبني عليها. ما هو لو قسمنا او لم نقسم يعني هذه الامور داخله في التوحيد. ما الذي ينفع العبد في مثلا في دين يعني يعرف هذه التقسيمات؟ يا اخوتا، العلم في التقسيم والتفريع بيبقى دي طريقه العلماء لتيسير الامر على طلاب العلم. والتقسيم هذا قد ياتي بثمرات، يعني التفريع والتقسيم، لان الامر اذا جاء اجماليا، ما اللي بيقول لك من علم الخلاف هو العالم، انما الاجمال ما كله يعرف، الاجمال ما كله ايه يعرف. قول لنا كلمتين عن الاسلام يا عم الشيخ. الاسلام جميل وحيد احلى حاجه، ماله الاسلام؟ ده كان كل الناس يقولوه، لكن متى يظهر الناس؟ طريقه القران نفسه، القرآن جعل بعض الألفاظ يعلمها كل الناس، قل هو الله أحد، ثم جعل بعض الكلام يعلمه العرب فقط، قل أعوذ برب الفلق، فرق، شوف قل هو الله أحد كله عارفه. هي فيها حاجة يا عم الشيخ؟ ربنا واحد، هتألف يعني ولا إيه؟ طب برب الفلق بقى، يعني إيه الفلق؟ دي بقى هي بقى عندها يتكتب اهي. وبعدين في كلام خاص بالعلماء، ثلاثة قروء، وفي كلام خاص بالله سبحانه وتعالى، معرفة الايه المعنى الحقيقي الاصلي لايه؟ للآية، أو فواتح الصور اللي هي الايه؟ بالحروف المقطعة. فدي الطريقة اللي في القرآن بيوضح لنا إن الناس درجاتها. طيب دكتور هنا عفوا، يعني التقسيم اذا نصل الجمله يعني او عباره مفيده، التقسيم العلماء واختلافهم في تقسيمهم يعني من باب يعني تنوع العرض. اي جميل، اختلاف تضاد، انه واحد اختلف يبقى شد وخالف في الفكر والعقيده. عاوز اقول لكم هنا كلمه حلوه الشيخ ذكرها، تقسيم بعدين قلب بقى على حته بعض زول الصوفيه ليه ايه بقى؟ بيقول ايه؟ وهذا توحيد خاصة الخاصة. شوف بقى هنا ايه، بدأنا خلنا في توحيد الايه؟ هو واحد بقى على قده لك، لا بقى الشيخ صوفي. ايه اللي حصل له؟ عوام وخواص، ده شغل ايه؟ شغل الصوفية. اللي بالك؟ فهو طبعا بيتكلم عن توحيد العوام وتوحيد الخواص وتوحيد خواصة الخواص. ليه يعني؟ عاوز يقول ان المتكلمين رسمين نفسهم ويقول نحن الايه الاعلى، فلا، ده الذين ياخذون من الكتاب والسنه ها هم اخص الخواص. ما هو في عوام وخواص وخواص الخواص واخص الخواص. ما انا بقول لحضرتك، ما هو ايه يعني، وده مشهور عندي، خلي بالك الكلام ده ماخوذ عن الشيعة.
مش عيب، مش عيب، مش عيب التعبير العام، ولكن الصلاح ايه؟ كل واحد ونيته. يعني الشيعة مثلا عندما يتكلمون عن التوحيد يقول لك توحيد العوام اللي زيه زيك انت، لا اله الا الله. يعني ده ايه؟ ده توحيد ايه؟ عوام. طيب وبعد هذا توحيد الخواص، ايه توحيد الخواص عند الشيعة؟ طبعا ده كلام لا ينفذ، يعني هم يقولون كلام حلو انما هو الحقيقة ايه؟ مليان شرك يعني التلفيز. يعني ايه الخواص؟ لك لا اله الا هو، خلي بالك. وبعدين خواص الخواص لا حول ولا قوة الا بالله. طب واخص الخواص؟ لا مؤثر الا الله. وبعدين يقسموا الاربعة دول على ايه؟ الذات والاسماء والصفات والافعال. واضح؟ ده تقسيم بس يا ريتهم ينفذوا، ولا حتى ينفذوا عشر المعشار اذا كانوا بيعتقدوا الامام بيأدي امور الكون. الله سبحانه وتعالى فوض الي امور الكون يصنع ما يشاء. فايه بقى التوحيد يا بنات؟ انتوا عندكم توحيد انتوا؟ يبقى هنا هو بيبين دي ولا شيء مثله، ثم ذكر بعض الصفات ولا شيء يعجزه، ثم انتقل بعد هذا للحديث. هو هنا وهو بيتكلم ولا إله غيره قديم بلا ابتداء، أنكر طبعا على الإمام الطحاوي أنه قال قديم، وقال إن القديم لا إيه؟ ليس من أسماء الله يسعى. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله القديم وليس هو من أسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره. لا هو القديم موجود في أسماء الله بس الحديث ضعيف حقيقة، يعني رواية الحاكم والطبراني. لو أنت قرأت رواية الحاكم والطبراني في عد الأسماء الحسنى هتجد فيها القديم، موجود فيها الإيه؟ القديم، لكن الحديث إيه؟ ضعيف. طيب ربما يكون الشيخ على ان في امر تاني برضه هنا، وهو انه ما يطلق في باب الخبر اوسع ايه مما يطلق في باب الايه؟ في باب الاسماء. باب الخبر واسع، حتى ابن القيم في بدائع الفوائد عمل ايه؟ قال ومما يطلق خبر عن الله موجود وقديم وشيء. عند ممكن يطلق خبر لكن ليس اسما، ليس ايه؟ اسما. ثم ذكر بعد هذا ان الله لا تبلغ الاوهام ولا تدرك الافهام ولا يشبه الانام، حي قيوم لا ينام، كل هذا طبعا انتم تعلمونه، خالق بلا حاجه، رازق بلا مؤنة. هو طبعا هنا خالق بلا حاجه دي اللي بعد كده اختلف المتكلمون في مساله الايه؟ هل تعلل افعال الله بالاغراض ام لا؟ خلي بالك معايا، هل تعلل افعال الله بالاغراض ام لا؟ كيف يعني ايه الموضوع ده؟ يعني الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء لحكمه، لكن هذه المسألة هل يجوز أن يقال إن فعل الله يعلل ولا لا يعلل؟ ففي المتكلمون خافوا من مسألة أن تكون العلة حاملة له، قالوا لا ما نقولش تعلل أفعال الله بالأغراض. الفقهاء قالوا لا تعلل، وده برضو خلاف أقرب لللفظ. ليه؟ لأنه لا يوجد في المتكلمين من ينكر حكمة الله، ولا يوجد أيضا في الفقهاء. وحتى الجماعة المتكلمين لما يتكلموا يكتبوا في الفقه يقولوا أفعال الله تعلل، في وصول الفقه يكتبوا إيه؟ إن أفعال الله إيه؟ تعلل. العلة إيه؟ ايه بقى الموضوع يعني؟ يعني اوضح لك، يعني انا مثلا انام، ان لم انم اصاب بكذا وكذا، يبقى هنا العله حامله
العلة إيه؟ يعني مؤثرة. وهذا لا يكون في جناب الله سبحانه وتعالى، لا يكون. فلذلك المتكلمين قالوا لا لا ما نعللش. في ناس تأثروا بالموضوع الايه اللغة، انه يقول لك ان ده لام التعليل واضحة في القرآن وان ربنا، لا، هو فرق هناك بين الحكمة وبين العلة الحاملة، نقدر ندقق فرق الاثنين. حكيم، كل يقر ان الله حكيم. في بقى المشاكل بقى يقول لك ايه ده الجماعة اللي بيقولوا ربنا ما تعللش افعاله ويقولوا ربنا مش حكيم، يحصل بقى القضايا اللي بتحصل في عند الايه المعارك الاصوليه بقى. لا، هو هنا الخلاف، هل تعلل ام ايه ام لا تعلل. طيب، فنقول الاصل انها تعلل الا اذا فهم او ظن ان ايه ان العله حامل، خلاص وانتهت القضيه. يبقى اذا كانت العله حامله له على الفعل بالمعنى الادق، يعني ايه يعني واحد يقول لك انا عملت بقى وربنا هيدخلني الجنه، لا هيدخلني الجنه بالعافيه، ايوه هدخل الجنه. ويمكن انت بقى لو رجعت قوله تعالى ان كان ده تتضح فين، في قوله تعالى ايه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، فدي ايه وحيده مشتبهه مخالفه لكل الايه الخلود الدائم لاهل الجنه، دي الوحيدة اللي كذب. فدي جت وحيدة ليه؟ حتى لا يظن أنه لا يقدر على خلافه. أمال إيه؟ إحنا هو هيدخلنا الجنة وما يقدرش يدخلنا النار. أستغفر الله العظيم. يعني إيه يبدأ لا. قال لا لا ما تفهمش المعنى إنه إيه؟ طبعًا في أقوال في المسألة كتير. إنما هو يبين حق سبحانه وتعالى إيه؟ أنه قد يقدر على خلافه. ولذلك قال إيه؟ قال إيه؟ قبل كده في النار الفعال لما يريد، هو الغفور الرحيم. في النار الخالدين فيما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك ايه مش غفور رحيم. قال لك ده دي معناها ان هيطلعوا من النار، هيطلعوا فين؟ ما هو لو كان هيخرجون من النار كان يكون في ايه؟ ايحاء رحمه ومغفره. انما وبعدين في الجنه اوضح، اللي انا واضح بدليل انه قال ايه عطاء غير مجدود، فيبقى الكلام اوضح. كقوله سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله، ثم عنه اكد بالجمع واكد بالسين وبالكاف، الا انه سبحانه وتعالى قال الا ما شاء الله، الا ما شاء الله ليبين هذا المعنى. احسن هو بقى التاني يقول لك اهو قال الدليل ان النبي نسي القران، والقران بتاعك محرم. دي اللي بياخدوه بقى الشيعة والشلة بتاعتهم، يقول لك القرآن ايه الا ما شاء الله. لا، هو بيبين نفس المعنى انه قد يظن انه لا يقدر على خلافه، فبان انه ايه يقدر ايه، ولذلك استخدم المشيئة. المشيئة مش زي ما انتم فاهمين. يبقى القضية دي المعركة اللي قايمة دي ملهاش اي قيمة، المعركة دي كلها ايه. وطبعا انتوا بقى هنا الامام ابن القيم في كتابه الكبير اللي هو شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليل ذكر 500 دليل في اثبات الحكمه وغيره. لا، الاشاعره والجماعه دول مش بينكروا حكمه الله ابدا، ده هو عندهم نصوص ان الله حكيم نصوص كتير. انما هو القضيه في ايه؟ هل تعلل افعال الله بالاغراض؟ يعني عمل كذا لكذا. فالجماعه المتكلمين قالوا ايه؟ نخشى ان يقال انه لما يقول عمل كذا لكذا تصير العله ايه حامله له. والجماعه قالوا لا، احنا عندنا نص واضح، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم لام التعليل و و و, و الى اخره من الامور التعليليه. ف لكن في النهايه كله المساله يسيره، مش ولذلك الحمد لله هم في مسائل القضاء والقدر بيكون الخلاف اخف. يعني مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. طبعا في الأسماء الحسنى في كلام طويل هنا في الموضوع. نعم يا مولانا. قل يا مولانا. ذكرني، ذكرك الله. حتى أنا معايا الطبعة مختلفة.
حبذا لو نرجع تاني. لا بس ناخد منه الكلمه دي بس بسرعه عجل. فبنتكلم على توحيد الالهيه المتضمن الربوبيه والكون العكس. وقد ثبت من كلامه ان توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالوهيه، فالمعنى ان الاستلزام غير التضمن. ايوه شوف حضرتك، التضمن يعني معنى الجزئيه، لما يقال الشيء ده يتضمن الشيء ده يبقى جزء منه، لكن لما نقول يستلزمه النتيجه، يستلزمه لايه؟ النتيجه. وضحت المساله كده لديك؟ اللي بعده صعب ساعة الوقت. لا خلاص ماشي، دي وضحت. نعم ما هو احنا الحقيقه الان وصلنا منهج مقرر، فانا مضطر ان انا احاول امر مر الكرام، وما كان بين القضايا العويصه، فهنحاول يعني نسال الله ان يبارك في الوقت ناخد محاضره للقضايا العويصه، بس يعني نمر بس كده مر الكرام على الايه القضايا اللي هي ايه. خليني اخد من النصوص من النص هنا قدام مني وجود الله سبحانه وتعالى. كل مسلم يقر بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن بتأتي الخلافات في مسائل ايه؟ مسائل شكلية زي الأدلة على وجود الله. كل له طرق والطرق كثيرة. اشتهر عند الجماعة المتكلمين رد كل الطرق إلى دليلي الخلق والإعانة. ممكن أنت تفرحهم تخليهم 500 دليل حتى، مش قضية. في بعض الناس ممكن يبدأ بناحية تانية يقول إن الأسلوب الأمثل في قضية الموضوع ده نفي الشرك تثبيت التوحيد. جميل، بس هنا إيه ده؟ أسلوب مش دليل، ده أسلوب مش دليل. زي ما سيدنا لقمان عمل مع مين؟ مع ولده. بدأ بالتخلية أو التصفية ثم التحلية، يا بني لا تشرك، وبعدين بعد كده إيه؟ إنها إن تكن مثقال حبة من خردل. واضح هنا الإيه؟ واضح المعنى ده. صلوا على النبي وصلى عليه. وبعض حتى المحدثين زي الشيخ سيد السابق في كتاب العقائد الإسلامية قالوا يضيف كمان مسألة إيه؟ مسألة التعرف على الأسماء والصفات. يعني هو بيقول إنه من أراد أن يتعرف على الله وبيتعرف على الله سبحانه وتعالى بهذه الأدلة، وزيادة عليها معرفة الأسماء والصفات. والأدلة على وجود الله كثيرة جدا لا يمكن حصرها. ولذلك الصوفية عملوا ايه بقى؟ قالوا احنا مش مع الموضوع، يعني هم خدوه من ناحية ذوقية، يعني زي ما ايه ابن عطلة السكندري يقول ايه؟ كيف يستدل عليه بشيء وهو دليل كل شيء؟ كيف يتصور ان يحجبه شيء ولو له ما كان وجود شيء؟ الى غير ذلك. هو بيقول يعني انت هتتكلموا في موضوع زي ده؟ يعني هل هذا موضوع يحتاج أدلة؟ ما دي نظرة ذوقية لفئة خاصة، دي لفئة خاصة. لكن أكثر الناس تأتي بعض الحواجب لتحجبهم عن هذا، البيئة، المعلم، الأبوان. تجد مثلا في عباقرة كبار وصلوا إلى القمر وغير القمر ولكن لم يؤمنوا بالله. ما السبب؟ الأسرة، فأبواه يهودانه.
فلولا الغيوم التي أصابت هذا بسبب البيئة والأسرة لآمن ووحد الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما يتخلى عن هذا يوحد الله جلت قدرته. بعد هذا الصفات، هنا الشيخ طبعا سرد الصفات سردا مطلقا، سردا ايه مطلقا، وانا مش هطأ، انا هسيب بس القضايا اللي فيها مشاكل في الصفات للمستقبل. سرد الصفات سردا ايه مطلقا، ما قالش بقى تقسيمات او تفريعات. وانبرى المتكلمون وعلماء الوصول لموضوع التقسيم بالذات. في بعض الناس يرحمه الله قسم الصفات كما قلنا، ده أو كان أول تقسيم ظهر ذاتية وفعلية. وفي بعض الناس قسم إلى تنزيهية وثبوتية، يعني صفات إثبات وصفات نفي، هذه تقسيم تاني. يبقى الثبوتية ده القدرة والإرادة إلى آخره، وبعدين إيه التنزيهية زي مثلا إيه لا تأخذ سنة ولا نوم، لا يعجزه شيء في السماوات إلى غير ذلك. السلبية يسميها أنت السلب، يسميها تنزيهية، مش قضية مسميات. في التقسيم الشهير عند الأشاعرة المعروف اللي هو إيه صفة نفسية للوجود، وبعدين السلبية اللي هم الخمسة الوحدانية والإيه القيام بالنفس والمخالفة للحوادث والقدم البقاء، وبعدين المعنوية والمعاني. طيب في تقسيم ثاني بيرى تقسيم الصفات إلى صفات كمال وصفات جلال وصفات جمال، هذه تقسيم ثاني. ده طبعا دي مدرسة الذوق، واضح ان ده ايه مدرسة ايه ذوقية ذوقية. فما كان فيه من بر ورحمة ولطف وغيره يبقى هيبقى جمال، وما كان فيه رؤى يعني يسميه خوف وتخويف غير ذلك يبقى جلال، اللي بالك. وما كان فيه عطاء وغير ذلك يبقى كمال، تفريع. طيب وبعضهم يجي يقول صفات أساسية وصفات إضافية، وعاوز أقول هنا إن بعض الناس قد يفهموا خطأ الذين قسموا قصروا، لا الذين قسموا لم يقصروا، ومن باب أولى لم يقصروا. يعني إيه فاهمين؟ طيب خلاص خلاص هم عارفين إذا فهموهم. يعني انه مثلا لما نقول صفات الصفات عند الاشاعره سبعه، وعنقول لك لا ده هما مش عندهم يعتبروا سبعه بس، يبقى بينكروا ان ربنا سبحانه وتعالى عنده رحمه. لا لا ده اسمه الرد، ان اللي قسموا جم ردوا الصفات لبعض. احنا يكفينا الاسماء، كل اسم هتطلع منه صفه. طب ده كمان زير على هذا ان الصفات اكثر من الاسماء، وظهر في القران ما يعني ما يقارب 360 تقريبا، يعني صفة طبعا. ممكن يبقى اسم كمان، ممكن يبقى اسم على معاني اللي هو ادخال المضاف وادخال الجمع وادخال ممكن، زي ما الإمام الوزير في كتابه إصال الحق على الخلق وصل الأسماء ل 150 وأكثر، يعني ممكن يعني. فالمهم إن الصفات أكثر، ثم الأفعال أكثر، ثم الإيه الأفعال وإيه أكثر. وده طبعا في القرآن لما ندخل على السنة بقى هنبتدي نضيف وهكذا. الرد يعني يرد صفة لصفة، يعني نعطي مثال، يعني الرضا والمحبة ترد إلى الإرادة، وقال أراد الرضا، أراد المحبة، أراد كذا وهكذا. دي أمثلة. في الأساس يعني ده ينفون، لا 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 كيف ينفون هذا؟ من نفى صفة خاصة إذا كانت من النصوص الواضحة البينة الجلية هذا ليس مسلما، خاصة من المدارس الأصلية عند أهل السنة والجماعة. فهذه المدارس لا تنفي النفي المطلق، لا يعرف عندها هذا، إنما هو اسم رد ربي صفة. قد يقال اشمعنى دول الرد إليه؟ أقول لك على حاجة، هو بيعتمد على إن دي كليات، يعني على اعتبار أن هذه كليات
يرجع إليها. زي ما احنا حتى ردينا كل أركان الإيمان الستة هما ردوا لثلاثة، قلنا ليه ردوا الأركان الستة للثلاثة؟ فاكرين ولا نسيتوا؟ أيوة تضمن، أيوة موضوع التضمن. يبقى هنا الموضوع ده إيه يكون عندنا في الخلل، إنه حكاية إن نرمي فئة أو طائفة أنها أنكرت صفة كذا أو نفت عن الله اسم كذا يحتاج لإيه؟ تدقيق، لا تتعجلوا. ده واضح يا دكتور إنه الرد في مسألة تقسيمات الإيمان في التضمن واضحة إنه هذه التقسيم يعني اختلاف التقسيم. لكن مسألة رد الصفات إلى هذه السبع صفات يعني لا تقاس بموضوع رد الثلاث أقسام إلى الست أركان أو الثلاث أركان. لا، هم يثبتون كل الصفات. لا ريب إنه كل الأشاعرة الخلاف كله في مسألة ما يعرف بالصفات الخبرية، وده تقسيم تاني نسيناه. الصفات العقلية التي يأتي بها العقل، الصفات العقلية هذه إيه؟ لا خلاف بها، قالوا إنه لابد يكون لنا عالما قادرا حيا سميعا بصيرا غير، هذه الصفات عقلية. يعني إيه عقلية؟ يعني قد يجوز للعقل أن يأتي بها، مش معنى عقلية يعني قد يجوز. واحد عنده كمال عقل ولما يبلغه شر ممكن يقول ان ربنا سبحانه وتعالى حكيم وقادر وكذا وكذا، فسموها عقلية. من هذا الخبرية قالوا لانه لو لم يأتي خبر ما وصل الى العقل، ما وصل الى ايه العقل. ودي الخبرية دي هي محل المعركة اصلا، محل النزاع بين الامور. ولكن المسألة تكون اخف يعني، مش عارفين ان، ولذلك نجد امور عجيبه قوي في مساله الايه الخبريه دي، انه مثلا لا يشتق غالبا من الخبريه بينما يشتق غالبا من العقليه. يعني مثلا يد، لو قلنا بالنص كما قال بعض لله صفته يد، طيب فما نقولش ايه ايد يؤيد يدا، لكن رحم يرحم رحمن، غفر يغفر غفور، وهكذا. ده في كل اللي ما يطلق عليه بالخبر، الا بقى ايه اللي حصل فيه تغيير في الوجه وبوجهه الكريم. نلاحظ ايضا ان القسم ياتي بالعقليه ولا ياتي في الخبريه الا في الوجه برضه. يعني ما فيش نعظم مره قال ايه ويد الله، لا حتى لا في الكتاب ولا في السنة. يعني دي ملحوظات الطريق، دي ملحوظات على الطريق عشان يبقى ايه المسائل دي فيها دقة وفيها كده اعجاز معين. ثم بقى لو دخلنا بقى في موضوعات ايه الموضوع بقى التعريفي للقضية والاصطلاحي، دي هناخد فيها قعدة طويلة. طيب يبقى طيب هنا ناس كتير يقولوا طب وليه هم بيذكروا أدلة العقل مع النقل؟ ما احنا قلنا قبل كده انه أدلة العقل لانه الاعتقاد لا يعرض فقط على المسلمين وانما يعرض على المسلم وغير المسلم، على المسلم وغير الايه المشرك. اسماء الله الحسنى، طبعا قضية التأويل والتفويض دي عاوزة جلسة، عسى الله أن يبارك في وقتنا ونجلس معها جلسة خاصة. أسماء الله الحسنى لها خصائص، من خصائصها أنها حسنى، والحسنى على وزن فعلى، والفعلى تمام الجمع. يعني الحسنى جمع الجمع، أصل الحسنى جمع للحسن، زي الكبرى جمع للكبر. فاستخدم القرآن أرقى الجمع للتعبير إيه عن عظمة هذه الأسماء. لا ما أيوة بعد كده أحسن ثم حسن ثم حسن ثم إيه ثم حسن. من قصائد الأسماء الحسنى أيضا أنها تدل على الكمال، كلها تدل على الكمال.
من خاص ليس هذا بالكتاب، الكلام ده مش بالكتاب. ومن خصائص الأسماء الحسنى أنها خاصة بالله جلت قدرته، ولله الأسماء الحسنى. وذلك في المواضع أربعة نجد أن الحق سبحانه وتعالى يقدم الخبر على المبتدأ، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. اختيار هنا هي التقديم والتأخير لهذا الخصوصية. ومن خصائصها أنها توقيفية، وعلى هذا رأي أهل السنة، توقيفية من الكتاب والسنة والإجماع، الإجماع هنا المنظومة الكتاب والسنة. إنما بعض أهل البدع قال إيه يجوز إيه إطلاق كل ما فيه كمال بدون نص، بدون إيه بدون نص، كما أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة. لماذا؟ لأنها تتعلق بالخالق جلات قدرته، والمتعلق بالحق سبحانه وتعالى ينعت بما ينعت به، فلا يقال عنها إنها إيه مخلوقة. العلماء اتكلموا بقى في موضوع الإحصاء، إحصاء الأسماء الحسنى، ثم موضوع تحديد وتعيين الأسماء الحسنى، ثم موضوع الاسم الأعظم، ثم موضوع الإلحاد في الأسماء الحسنى. كل ده اتكلموا فيه، وانتوا عارفين الموضوعات دي، انا بدي بس عناوين عامة كده عشان الوقت. انا بقى بس هديكم عناوين وما تعجزون عنه اجيب لكم، اما كتيب فيه لزاد العلم اجيب لكم كتيب، المره القادمه اجيب لكم كتيب في الاسماء الحسنى حاضر في المسائل دي. دي هنقف فيها، لا مش كتير قوي يعني، نعدلها من صفحة. صلوا على النبي عليه الصلاة. استمعوا وأنصتوا، استمعوا وأنصتوا. طيب بدأنا نتوم، نعم بدأنا نتوم، احنا كان الوقت خلص بس انا بصراحة مصدقي يعني بعض هذه المسائل مشكلة. لماذا تنصرف والعملية معقدة؟ لا، فاحنا عايزين يعني المسألة نخدها ونزال إشكالها، أفضل من أننا نجي في الكتاب ونزود الإشكاليات بعدنا، وإحنا ما زلنا يعني نسمع من هنا في قضيات شيء ونسمع من هنا من بعض المشاهد شيء، وإحنا لا نستطيع أن نفصل في المسألة، فعايزين يعني نتعلم الملكة. سأجمع لكم إن شاء الله بين الحسنيين، فما كان في بابي اللي هنمر عليه مر الكرام هنعديه وتقرأه في الكتاب، وما كان في باب القضايا التي تحتاج لتفصيل إما نحضر لكم كتابا، ومع الكتاب يبقى في شرح زيادة على يبقى إيه يبقى زيادة على ما في الكتاب. وأنا لي أيضا كتيب صغير قدرا اسمه الاعتقاد الأسمى في أسماء الله الحسنى، هجيبه برضو على الفلاشة إذا أمكن أو غيره، بحيث نشرح وإيه ونبين هذا بالتفصيل. خلاص المحاضرة خلصت؟ لا تفضل. الإفطار؟ بالنسبة لي هم يفطرون، أما بالنسبة لي أنا إيه؟ لا أستحق الإفطار اليوم. لا 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 عجل يا مولانا أسمعني، يجوز أن تأكله علما وتأكله إيه طعاما، فممكن ساعة الأستاذ عشر بيجيب لكم الطعام حتى تجمعوا في الليل، وهذا من باب اغتنام الوقت، كلوا واسمعوا. يلا باب التشخيص في الواقع، حقيقة هنا جماعة من الشباب تخرجوا في سميات متباينة جدا، أي نعم هناك من الأخوة من هذه التجارة بعضهم في الأدب
بعضهم كذا هو واحد لأول مرة بأول وهلة يفهم مثل هذه المسائل يعني إلا نتكلم فيها شيء التفصيل وال حاضر يا مولانا سنجمع لك بين الأمرين حاضر القضايا اللي هي محل نظر أنا قبل كده قلت لكم في قضايا محل نظر هي الصفات والقدر والإمامة والوعد والوعيد وغير ذلك هناخد فيها تفصيل اجلس يا مولانا اجلسوا بس اجلسوا عشان نفصل طيب الكلام عن الملائكة لا يحتاج لتفصيل ولا يحتاج لشرح واحنا مش هنبين فيه على اعتبار انه كلام يسير وكلام ايه سهل وكلام لا يكفي واحد احنا ثم الكلام عن الجن الا اذا كنت بقى لكم كلام في موضوع اللبس والمس وده ما لوش دعوه بالعقيده طبعا ده باب فقه هو حد يقول اللبس ده عقيده يعني واحد يقول انا اللي مش اعتقد انه ايه ملبوس يبقى كذا هذا ايه فطبعا انتم في افريقيا عندكم عباده الجن موجوده انت من اي دول يا شيخ نيجيريا اظن في بعضكم في بعض الوثنيين يعبدون الجن اليس كذلك والله ما رايت بالفريقيه ما رايت ان شاء الله انما انت تعلم بوكو حرام لما تتجوز هتعرف لما تتجوز تعرف بوكو حرام بوكو ايه حرام بوكو حرام حضرتك ممكن غير الوضع بس لا بس عشان بس المعنى انا ناسي قواعد الثلاثين الذهبيه الاداره تعبتها كده اي شغال اصبروا قليلا يا اخواني اصبروا اصبروا واسمعوا اصبروا اصبروا من اراد ان يقوم بشيء فليقم سرا ونتم لاخواني الذين يستمعون حتى نجمع بين الحسنين الى ان ياتي الدكتور ونتعلم الصبر ونتعلم الصبر اصبروا يعني قليلا والمؤمن لا يفضح بطنه اي نعم من علامات المؤمن ايها النيجيري الا يفضحه بطنه هذه علامه من علامات و الكتاب الذي بين ايدينا في الايمان بالرسل ذكر الإيمان بالرسل وركز على المعاني الشرعية النصية فتكلم عن وجوب الإيمان بالرسل كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وذكر الشيخ الشارح وكذا صاحب العقيدة الإشارة إلى فضائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاصة تفضيل الحبيب عليه الصلاة والسلام على الخلق وعموم بعثته يعني هذا إيه ما ركز عليه الشيخ ما دخلش في الموضوعات الكلامية هل النبوة مكتسبة ولا منحة وذكر أولي العزم من الرسل اذكر أيها النيجيري أنت أولي العزم من الرسل من هم؟ لا قول العزم نقول شعبة وعيسى شرع لكم يدي مواصلين المحاولة لا لا فليس هذه نعم لا ايوه نعم قول قل محمد عليه السلام اقرا الايه شرع لكم من الدين مواصلين روحا والذي اوحينا اليك ابراهيم وموسى وعيسى جميل خمسه هؤلاء خمسه أما الذين ورد ذكرهم في القرآن فهم في سورة الأنعام اقرأ معي ها؟ وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومنا فعد إن وهبنا له إسحاق اثنين ويعقوب ثلاثة كلنا هدينا ونحن هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإياس وبعدين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا يبقى 18 بقى ايه 7 بقى 7 إبليس وهود شعيب صالح
ذو الكفل آدم بالمقتل قد ختم. بارك الله فيك. طيب كنا نتكلم على الإيمان بالرسل. الإيمان في الكتاب في عنوان هنا بعنوان قول العزم من الرسل حسب الطبعة اللي عندي الطبعة مختلفة والله ما لقينا خالص مش مشكلة مش قضية احنا بناخد المعنى الآن. ثم ذكر هنا لأنه هو طبعا الشيخ بيعتمد على الشرح والاعتماد على الشروح بيضطر يخليك ان جزء في مكان معين ياتي في مكان اخر فالتكامل يحتاج لانك تجمع كموضوعات من هذا ومن هذا. الفرق بين النبي والرسول من يذكر الفرق وينال الطعام؟ انا اذكر وينال الطعام. الفرق بين النبي والرسول ان الرسول هو الذي جاء بالشريعه وامر بالبلاغ، اما النبي فهو من جاء بالشريعه ولم يؤمر بالبلاغ او جاء على شريعه نبينا رسولنا. فيها كلام كويس الشيخ كويس قول له فيها كلام. ايوه انا عاوز الكلام ان هو الضابط نفسه اصلا المخترق يعني صحيح غير جامع يعني صح كلام جميل بس هو مش عاوز يقول او المهم انه كيف يكون نبيا ولا يؤمر بالبلاغ كيف يكون نبيا ولا يؤمر بالبلاغ فهذا الضابط غير ضابط يحتاج لضابط شرطه تقي وهذا ما نحتاج اليه وما ضابطه هو النبي هو هذا فرق فعلا قاله العلماء ده ما قالش شيء فرق انما يعني محل نظر نعم والنبي النبي اوحى الله عز وجل اليه وامره بالبلاغ ولكنه لم ياتي بشريعه جديده لم ياتي بشرع ينسخ ما قبله يعني جاء على شريعه النبي قبله وامر بالبلاغ مش قريب الكلام الشيخ تقريبا؟ قريب حد يضيف هو طبعا في ناس قالوا مش فاهم لكن احنا الصحيح ان في فرق قال تعالى ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ثم اختلفوا في التفريق فالتفريق المشتهر انه الرسول امر بالتبليغ والنبي لم يؤمر طبعا هذا كلام محل نظر كما قلنا كيف يكون نبيا ولا يؤمر بالبلاغ موضوع الشريعة محل نظر مثلا سيدنا مين سيدنا لا سيدنا اسماعيل واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صديق الوعد وكان رسولا نبيا مع انه ليس له شرع جديد لو في بعض الناس قال لا ده النبي ليس له كتاب والرسول له كتاب وهذا ايضا محل نظر لانه ورد لبعض الانبياء الكتب لسيدنا داود عليه السلام وهناك من ذكر بان الرسول صاحب شريعه كما قال الشيخ والنبي ليس له شريعه لكن ما هو سيدنا عيسى مكمل صاحب ليس صاحب شريعه ليس صاحب نسخ بعض الاحكام نعم لكن لا ليس لا يقال له انه صاحب شرع واقرب الاقوال عندي حقيقه في كلام جميل جدا للامام ابن تيميه والامام الالوسي ممكن نجمع بينهم كده ان هو قال الرسول جاء لقوم معاندين او ندقق اكثر اشد عنادا بينما النبي جاء لقوم اخف عنادا ودي حقيقه يؤيدها ادله كثيره جدا ان الرسول اعلى قدرا فيبتلى بمن هم اشر نعم الرسول حتى اولي العزم بما تميزوا عن البقيه تحملوا اكثر من غيرهم الرسول في المعجزات المع واوضح والنبي في دلائل الصدق اقل في دلائل صدق النبوه دلائل صدق الايه النبوه دلائل صدق النبوة المعجزات والنبوءات سمعتها نيري والصفات خلقية أو خلقية و الشهادات شهادة مثلا أهل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام والتمكينات أن يمكن الله
لهذا الدين، دي لم تتم ولم تكمل إلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. صفات المعجزات النبوءات تمكينات الشهادات مجتمع، يعني الرسول مجتمع مجتمع طبعا، إنما في حق غيره تجد إيه بعضها أقل أو بعضها أو نحو هذا. يعني حضرتك قلت إن الرسول جاء لقوم أشد عنادا. جميل. سيدنا إسماعيل جاء لمن؟ جاء لقبيلة جرهم وغيرها، وكانوا فعلا معاندين على اعتبار إن هم كانوا كفار في الأصل، كانوا إيه؟ كانوا كفارا أصليين، يعني هم كانوا كفارا أصليين، وهو جاء فوضح لهم إيه شرعا جديدا. ثم أقصد إنه جاء لقوم لم يكن مثل سيدنا هارون، سيدنا هارون جاي لقوم هو مكمل للأكاذيب. هنا برضه كويس انك قلت الحته دي. سيدنا يوسف انا واضح في ناس هنا قالوا النبي باعث ومحيي لشرع والرسول صاحب الشرع، يعني يبقى هنا الرسول النبي كانه داعيه او مصلح كبير مجدد موحى، الباعث محيي. وقد يجوز ان يقوم بالبلاغ مع وجود الرسول، زي ما في حديث الخمسة المشهور لما سيدنا يحيى قام بالبلاغ مع سيدنا عيسى عليه السلام، وسيدنا يحيى نبي وقام بالبلاغ في وجود سيدنا عيسى عليه السلام، حديث الحارث الأشعري الشهيد إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وإنه كاد أن يبطئ، فوحى الله إلى عيسى أن يا عيسى إني أمرت يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أو يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن يبلغهن. فجاء عيسى إلى يحيى فقال إن الله أمرك بخمس كلمات إلى آخر الكلام، قال أخشى إن سبقتني أن يخسر بي أو أعذب. فوقف يحيى خطيبا في المسجد الأقصى حتى امتلأ المسجد على الشرف، شرفات كلها امتلأت سيدنا يحيى الخطيب اليوم خطيب الآن، وقال بقى ليه الصلاة التوحيد والصلاة والصيام والصدقة والذكر. ثم قال عليه السلام وأنا أوصيكم بخمس: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد. فهنا النبي بلغ في وجوده دي معظم الفروق، ولكن في الجملة كما قلنا الرسول أعظم شأنا وأعظم قدرا، سواء كان في دلائل صدق النبوة أو إنه هو في الأصل إن الأقوام الذين عنده أشد عناد في الجملة، في الجملة بخلاف الإيه؟ بخلاف النبي. سبحانك وحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونسألك سبحانه وتعالى أن ينصرنا. إحنا عاوزين الدعاء عاوزين الدعاء بقى اليوم أهم من الأكل، اصطبروا ستأكلون. الدعاء للدولة والدعاء للدكتور مرسي ده مهم جدا يا إخوانا، ودعاء أن يكف عنا الله سبحانه وتعالى بأس الظلمة من المجرمين والعلمانيين والحلول وغيرهم إن شاء الله. ده مهم جدا يا إخوانا. الدكتور تقدم كثيرا في المنهج وربما في بعض الأشياء قال العناوين، فإحنا إن شاء الله سنقرأ لحد ما وقفنا عليه، وأي حد عنده تساؤل تقريبا من صفحة 120 صفحة بداية المحاضرة القادمة هنأتي ربع ساعة للأسئلة. جميل. الأسئلة تجمع علشان ما نعودش كل واحد يسأل سؤال. جميل. اللي عنده سؤال يكتبه ويجيبه، وانا هصفي الاسئله خالص وهشوف ان كان في اسئله مكرره ولا كذا واقدمها للاستاذ. جميل. يجيب عما تشاء، لكن نقرا للداخل هنا ونتجاه لكن اخر مره طبعا ما عادش في وقت. يلا يا اخوانا عشان نوقف 9:30 كل يجي هنا تاني.